لما يرقص آدم نعم رقص شرقي هل نعم. هو حرام أو حلال؟ طبعا حرام ما بيجوز. ليه؟ أولا هذا نوع من الرقص يعتبر فيه اللي فيه تمايل اللي فيه تكسير بمعنى هذا عم بتحكي المصطلحات اللغوية الفقهية الذي فيه تشبه في تخنث للرجل في ذهاب لمرؤته وهيبته هذه تعتبر عندنا بتروح الهيبة لما يرقص ويعمل خطوات راقصة في خلال بالمرؤة بصرف النظر عن التسميات ما بتنظروا للرقص كفن لا طبعا كحركة تعبير عن مش كل أنواع الرقص مش كل أنواع الرقص رقص الشرقي رقص الشرقي منه فن شو يعني كان الرجل أو كيف ينظر الدين إلى الرأس الشرقي عند المرأة وعند الرجل؟ هذا التمايل الذي فيه إثارة للرغبات وإيحاءات جنسية واضحة تحرك الغريزة عند أو الشهوة عند الإنسان هذا أمر مرفوض. الرجل عندما يرقص يحرك غريزة من؟ عند نوع من الرجال ممكن يحرك الغريزة عند الرجال؟ عند نوع من الرجال ممكن. هل يحرك الغريزة المرأة؟ ما في عندنا غريزة الإنسان عنده شهوة غريزة للحيوانات. شهوة ممكن. طبعاً أنتوا بتحرموه تماماً إذا كان هذا النوع نعم شو يعني في عقوبة دينية في لا. شو لا هذا أمر حرام إنسان ما عمل شيء غلط بيصفل منه لربه كرجال نحن ما لنا سلطة عليه لا نمنعه قصراً ولا قهراً نحن علينا نوجه ونوعي هل الرأس الشرقي بشكل عام مرأة أو رجل مع إغراء مع حركات تمايل هو إفساد في الأرض؟ إيه طبعاً دكتورة ماري أنج نهرا استمعتي إلى رأي الدين حضرتك تمثلين رأي العلم الرقص بشكل عام شو فوائده بالحياة شو بيعطينا الرقص قبل ما نقول فوائده هو حق من حقوق الإنسان كل إنسان حقه يعبر عن نفسه جسديا ولغويا وروحيا ونفسيا وأكثر من هيك الصلاة فيما في أيامنا القديمة كانت عبر الرقص الصوفيين بيرقصوا وبيبرموا وبيلبسوا رأس المولوية نعم طبعا وعند الأفريقانية بقارة أفريقيا وبآسيا كل الحضارات تعرفت على الرقص قبل ما يصير فن كان تعبير عن الذات للآلهة فبالتالي هو حكما حق من حقوق الإنسان ما ضروري يعني تنكتب لحتى اللي نعرف فيها هلأ سألتيني شو فوائده على صعيد النفس فوائده جدا مهمة للرجل وللمرأة للإنسان نحن بعلم النفس ما منقسم ذكر أو أنثى فقط نحن بالنسبة لنا الإنسان ككيان عام أولا وآخرا له فوائد على صعيد التفريغ الذاتي يعني إذا شخص معصب زيادة عن اللزوم بيقدر يعبر عن تعصيبه بهالطريقة إذا شخص سعيد بيعبر عن سعادته بهالطريقة إذا شخص حزين أو متأمل بس عم بيقول رجل الدين إنه هيدا التفريغ هو بمحل ما بيصير إفساد للمجتمع هو بمحل ما حرام كيف يعني نحن المجتمعات بدنا كل مجتمع ببطل تفريغ بيصير في كبت وبيصير في إدانة للشخص اللي عم يرقص وبيصير في تنمر مزبوط بيصير في تنمر وقمع وكبت تنمر بيصيروا ينمروا على الشخص اللي عم يرقص مزبوط ولكن ليه رفضت فكرة بيصير في تنمر لا هو فكرة كلمة التنمر كلمة فضفاضة صارت عم تستعمل بغير محلها يتم التنمر على الرجل الراقص بشكل غلط بيطلعوا في نظرة سخرية على كل هيدا بيرجع للمجتمع نعم. للمجتمع وتقاليده وثقافته ودينه أيضا في مجتمعات متحررة أكثر من مجتمعات وفي مجتمعات محافظة أكثر من مجتمعات متحررة ولكن يعني متفلتة من القيود لا طبعا متفلتة من الحدود شيخنا الرقص عنده قيود تحرر إيه الرقص هو فن له قيوده أيضا عرفت التفلت بيصير بالفكر التفلت مش بس بالسلوك يعني لما اشوف امراه شبه عاريه شبه عاريه عم تتمايل امام الرجال وتتراقص وهيدي بيقدموها بالمجتمع على انها فنانه وعلى انها ما شاء الله متحضره ومتطوره هيدي شو عم تقدم للمجتمع هيدي